السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في المراجعة المركزة والشاملة الخاصة بمادة الإسلام. في البداية أكو كثير من الطلاب ما يعرفون شلون يقرون وينظمون نقطتهم، إحنا راح نعطيكم الشيء اللي راح تقدرون تمشون عليه وتقرون. هسه أنا كأنما طالب سادس ابتدائي وأريد أنه أراجع. فعندي أول شيء من أحكام التلاوة، أحكام التلاوة أعزائي الطلبة التلاميذ لازم تحفظون أنه أحكام التلاوة اللي هي عندي مثلاً عندي شنو أحكام التلاوة؟ عندي أول شيء ينبغي على القارئ أنه عادة حفظوا ثلاثة، عادة حفظون ثلاثة، اللي الطالب اللي داخل 100 يحفظ 5. أول شيء نظافة الجسم والملابس والمكان، الجلوس باستقبال القبلة، 2-3 قراءة القرآن بهدوء والتدبر واستحضار هيبة القرآن الكريم، والابتعاد عن كل ما يخل بقدسية القرآن الكريم كالضحك واللغو والعبث. و5 التفكر في الآيات القرآنية والاقتداء بالمثل والقيم العليا وترجمتها إلى سلوك حسن في الحياة اليومية. عندي أحكام اللام، عندي أول شيء الإظهار القمري، وعندي الثاني اللي هو الإدغام الشمسي. الإظهار القمري لازم أحفظ أنه بحجك وخف عقيمة، يعني الحروف التالية، وتسمى لام القمرية وعلامة شنو؟ السكون، وتسمى مطين مثال مثل كتاب، هاي لام التعريف، كتاب الكتاب باللام بالألف واللام. زين، وهذا المثال إذا أضاوع له مثل أكبر الأكبر، والسبب تلفظ لام ولا تدغم. زين، ليش؟ لأنها من حرف قمري، لأنها حرف قمري، بس تقول له حرف قمري كافي. هاي بعض الأمثلة، بينما الإدغام الشمسي تقلب لام التعريف شنو؟ إلى حرف مماثل للحرف الأول من الاسم الذي يبدأ بالحروف الشمسية، يعني الحروف اللي بقت من أبغي حجة وخف عقيمة، وتكون حرف اللي يصبح حرفا واحدا مشددا وتسمى لاما شمسية، هاي اللام الشمسية. زين، وايضا منطيني امثله مثل طير، الطير، شوفوا الطير كانما ادغمت، السبب لانها تحولت اللام الى تاء، اقول له هيجي، بينما انا اقول له انا ادخلها على حرف شمسي، ايضا كلش كافي. هذا تم يعني مهم. عندي الاسماء الاتيه اللي هي الله الذي، عفوا عندي الله الذي والتي واللذان، ذن شبيهن، ذني باعوني، ذني الإدغام مالتهن، ذن الكلمات، انه ذني ما لا هن شمسيات ولا هن قمريات، لانها ليش السبب؟ لانها اصليه، فاقل ولا اصليه من بنيه الكلمه وليست دخيله على الكلمه. عندي هذا المثال المحلول مهم، حاولوا يعني تقروهن. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، شوفوا شلون دخلت اللام على السماوات وشنو حكم ادغام شمسي لانها دخلت على حرف شمسي، هذا تمرين مهم. عندنا هذا التمرين حاول تحله، الم ترى الى في الايات الكريمه التاليه لام التعريف، مهم هذا، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم لربه، انت من فتره لما جيت تعرف بعد تحل تخليهم قدامك وتحل هذا التمارين. صورة العصر مهمة، جابوها بسنة من السنين، اكتب صورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العلي العظيم. وتشوف شنو اللي ذاكر الأنواع. يقول ما الفرق بين اللامين؟ الناس، شوفوا هذه مدغمة، لأن إحنا أبغي حجك وخف عقيمة، مو حرف قمري، هذا حرف شمسي. والملائكة حرف قمري، حجك وخف عقيمة موجودة، والذين من بنية الكلمة، أصلا في بنية الكلمة هنا اللام أصلية وليست من بنية الكلمة. هنا نجي هنا العفو، نقول بالنسبة لل وليست دخيلة على الكلمة، أصلية من بنية الكلمة وليست دخيلة على الكلمة، هذا بالنسبة إلى الذين. نجي هنا عندنا اكتب آية ما تحفظه، يعني أي آية، حاول الآيات اللي راح تجيك تحفظ ملئتين. يقول هذا سؤال مهم، هل تدخل اللام على التعريف على الأفعال المضارعة؟ كلا، لأن اللام تدخل فقط على الأسماء، لأن اللام التعريف تدخل فقط على الأسماء، لا تدخل كلا، لأن اللام تدخل على فقط التعريف على الأسماء.
عندنا من سورة لقمان الآيات الحفظ من 13 إلى 19. بسم الله الرحمن الرحيم. منا تحفظ. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحجر. هذا صدق الله العلي العظيم. من هنا الحفظ حاول إنه تضبط آخر الكلمة مثل الصوت تخليها ضمة، الحمير تخليها كسرة، مرحا تخلي تنوين فتح، إن تخلي فتحة. هذه تضبط تنوين الكلمة. عندي المعاني: الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، يعظه يذكره وينصحه، لا تشرك لا تجعل لله شريكا، وهنا على وهن ضعفا فوق ضعف، فصاله في عامين فطعمه من الرضاعة في عامين، المصير المرجع، جاهداك أجبراك، واتبع سبيل من أناب، واسلك طريقا من رجع إلى طاعتي، خردل حب صغير جدا من عزم الأمور، من الأمور التي يجب الثبات عليها، ولا تصعر خدك، لا تمل وجهك عنهم تكبرا وإعراضا، مرحا فرحا شديدا مع البطل والخيلاء، ومختالا فخور متكبر ومعجب بنفسه وكثير المباهاة. اقصد في مشيك توسط في بين الإسراع والإطفاء، تخبط تخبط أنكر الأصوات أقطعها. يجي يقول في هذه الآيات الكريمة يبين لنا قصة لقمان الحكيم. من هو لقمان؟ وهو رجل صالح أتاه الله العقل والحكمة وحسن التصرف. المهمة: لقد كان عبدا شكورا وصالحا وأوصى ولده بوصايا. شنو الوصايا منه؟ أول شيء: ولقد آتينا لقمان الحكمة. شنو أعطيناه؟ أعطيناه العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. أعطيناه العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. في هذه الآية أنه من شكر الله على نعمه زاد الله، من شكر الله على نعمه زاد الله من فضله، وهو يزيد نعيمه على الشاكرين، وهو غني عن العالمين، لأنه القوي العزيز فلا يحتاج إلى طاعة الناس ولا تضر معصيته، إنما الناس يحتاجون إلى الله ويطلبون رضوانه ورحمته. هنا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا هذه الآية فيها يوجه لقمان ابنه ويؤدبه ويذكره بأنه لا تعدل بالله شيئا في العبادة، فمن أشرك بالله فقد منع ما وجب الله بالله عليه من معرفة التوحيد فكان ظالما لنفسه. هذا استقراها لأن احتمال يجيكم شرح على مبتدا تشرح. ووصينا الإنسان بوالديه، أمر الله تعالى الإنسان بهذه الآية بطاعة الوالدين. من الوصايا أنه طاعة الوالدين وشكرهما والإحسان إليهما. ثم بين سبحانه زيادة نعمة الأم في أثناء حملها، لأن الحمل يؤثر فيها، فكلما ازداد الحمل ازداد ضعفا على ضعف، وما فطام الطفل من الرضاعة فيكون القضاء عامين. لذلك وصى الله سبحانه وتعالى بشكر وشكر والدين لديهم بدلال كثير من أجل تربيته ورعايته. وإن جاهداك فإن كان والداك مشركين وأجبراك على عبادة غير الله فلا تطعهما. وهنا يقول: واحسن إليهما واتبع طريق من رجع إلى طاعة الله، إذ سيكون مرجع الناس جميعا إلى الله العزيز الجبار الذي سيخبرهم بما عملوا في الدنيا وجازيهم عليه. ثم عاد سبحانه وتعالى لإخبار لقمان وصوت الابنين، قال: يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني إن عمل الإنسان من خير أو شر مهما كان صغيرا ولو بمقدار حبة من خردل، وتكون تلك الحبة في صخرة أو في السماوات يحفظها الله يوم القيامة ويجازي عليها، الله لطيف بعباده وخبير بما يعمل. الشيء الآخر: يا بني أقل. هنا أوصى لقمان ابنه بإقامة الصلاة والأمر بعمل الخير، هذه من الوصايا. احنا قلنا وصايا عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، طاعة الوالدين، وأيضا هنا أوصى لقمان ابنه بإقامة الصلاة والأمر بعمل الخير، وأهم شيء إقامة الصلاة، وأن يصبر على كل الأمور. فلذلك من الأمور التي يجب
ثبات ودوام عليها. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، هذه وصايا اخرى ايضا. يا بني لا تمل وجهك عن الناس تكبرا، يعني عدم التكبر ايضا، لا تتكبر على الناس ولا تتعالى على الناس في مشيك، لان ذلك لا يصب الانسان التكبر متكبر فتواضع في مشيك. يعني من وصاياه ان التواضع في المشي او عدم التكبر. ايضا من وصاياه انه اخفض صوتك ولا ترفعه ولا تجهر به في الاعجاب، فان اصبح الاصوات كصوت الحمير، اي يعني معناها الاعتدال. ايضا من الوصايا الاعتدال في المشي والتوسط والنطق، انت تاخذ ثلاث وصايا: طاعه الوالدين، عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، واقامه الصلاه. كان لقمان الحكيم، هاي الخلاصه يعني، رجلا حكيما قلناها. شنو لقمان؟ رجلا حكيما اتاه الله رجاجه العقل وحسن التصرف والفهم، وكان يشكر الله تعالى على نعمه العقل والراي الصائب. وهذا الشكر مهم ان تعرفون من هو لقمان، وهذا الشكر سيعود نفعه اليه. فمن شكر الله على نعمه زاد الله نعيمه على الشاكرين. والله غني عن العالمين لانه قوي العزيز، ولا يحتاج الى طاعه الناس ولا تضره معصيتهم، انما الناس يحتاجون الى الله تعالى ويطلبون رضوانه ورحمته. لقمان نصح ولده، هاي النصائح والوصايا: الايمان بالله وعدم الاشراك به، واوصاه بالوالدين خيرا واحسانا فقد تحملا من اجل تربيته، هذه هسه الوصيه الثانيه. ايضا وصى هنا انه لقمان اقامه الصلاه، وايضا امر لقمان ولده ان يتحدث الى الناس بادب، ايضا وصايا، ولا يرفع صوته. احنا قلناها هناك التعالي في المشي. اذكر ثلاثة من وصايا لقمان، هاي مهمة. لما أوصى لقمان ابنه بإقامة الصلاة؟ شوف احنا قلنا يا بني، ووصينا يا بني أقم الصلاة، خلينا نرجع لها هذه ضعوها. ووصينا الإنسان، ووصينا وإذ قال لقمان يا بني أقم الصلاة، ليش هنا؟ انه كذلك من الامور التي يجب الامر، لان اوصى ابنه باقامه الصلاه والامر بعمل الخير، لانه ذلك لان يصبر على كل الامور، فذلك من الامور التي يجب الثبات عليها والدوام عليها. وايضا عندنا هنا يقول وصاه بالصلاه لانه يجب من الامور التي يجب الثبات عليها، وان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وايضا هنا قلنا انه وجب على طاعه المعصيه الله ولا طاعه المخلوق، وعليه ان يعاملهم ويصاحبهم بالمعروف. يقول ما الطاعات التي تعد من عزم الامور؟ اكو طاعات تعد من عزم الامور اللي هي اقامه الصلاه. شوفوا هذه هنا هو قايل له انه تلك الامور من عزم الامور، هذا باعوا اقامه الصلاه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ما أصابك، والصبر في على البلوى أو المصائب. والصبر يعني احنا نقول إقامة الصلاة، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر، هذه هي من عزم الأمور. أيضا بالمناقشة يقول ما الآية التي تحث الناس على التواضع الموجودة؟ كيف وصى الله تعالى إنسانا يعامل الوالدين؟ هل يجوز طاعة الوالدين في تحمل من الشرك بالله؟ هاي هنا خلينا نرجع لها. يقول هنا وان جاهداك على اسمك ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا شوفوا اذا كان الوالدين ولا تطعهما ما نطيعهم، ولكن نحسن اليهم واتباع طريق نرجع الى الطاعه سيكون مرجع الناس جميعا، يعني لا طاعه لمعصيه المخلوق معصيه الخالق. ايضا عندنا الشيء الاخر انه امر الله تعالى الانسان بطاعه الوالدين وشكرهما والاحسان اليهم. هذا المهم انه طاعه الوالدين وشكرهما والاحسان اليهما. زين نشوف هنا انا عندي ملزمه، يعني نشوف شوفوا هنا طاعه الوالدين وشكرهما والاحسان اليهما. ايضا احنا ما المقصود قائمه موجوده شالوها، هل يجوز طاعه الوالدين؟ لا يجوز. وما الطاعه التي تعد اقامه الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والذمه والصبر؟ ولا تصعر خدك للناس، كان لقمان لانه دليل ايمان الانسان وهي من عمود الدين، واحنا نقول لانها من الامور التي يجب الثبات عليها. زين من الامور التي يجب الثبات عليها، هذا السؤال بالنسبه لهذا، لماذا اوصى لقمان انه باقامه الصلاه؟
لانها من الامور الواجب الثبات عليها، وان دائما الصلاه نعم وبالدين، لكنها من الامور التي يجب الثبات والدوام عليها. هذا الجواب، هذا الجواب الصحيح، لانها من الامور التي يجب الثبات والدوام عليها. هذا بالنسبه للمناقشه. عندنا ايضا عندنا التقويم الهجري، الاشياء المهمه به. اول شيء هذه كلش مهمه، ماذا تمثل السنه الهجريه؟ الهويه التعريفيه للتاريخ الاسلامي. بس الهويه التعريفيه للتاريخ الاسلامي، السنه الهجريه ايش قد؟ 12 شهر. 12 شهرا. شو عرفوا المسلمون من مناسباتهم الدينيه وتكاليفهم؟ شو عرفوا خلال التقويم الهجري؟ يعرفون هذه ايضا، دير بالك عليها. يعرفوا المسلمين من مناسباتهم الدينيه وتكاليفهم الشرعيه في الدين، ما امر الله به من عبادات كصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام في شهر ذي الحجه الحرام، ويحتفلون باعيادهم وافراحهم ويستذكرون جميع مناسباتهم. عندي ايضا شنو تسلسل الاشهر؟ عندي اول شيء محرم الحرام، شنو اللي صار فيه؟ استشهاد الامام الحسين عليه السلام. ربيع الاول هو ولاده النبي محمد صلى الله عليه واله. وايضا عندنا رمضان شهر الصوم، وشوال هو اول ايام عيد الفطر، وايضا ذو الحجه في شنو؟ يكون عيد الاضحى. الاشهر الحرام، الاشهر الحرام هن شوفوا اربعه اشهر، محرم الحرام، والشهر الثاني اللي هو رجب، أربعة أشهر تبوا عليها رجب، وعدي شنو بعد؟ ذو القعدة وذو الحجة. ما هي الأشهر المحرمة؟ أربعة، أربعة: محرم الحرام ورجب وذو القعدة وذو الحجة، تبوا لني من الأشهر المحرمة. نجي يعني شنو محرم؟ يعني لا يجوز بها عايز كم شهر تتألف؟ إن السنة الهجرية تتألف من 11 12 شهر، السنة الهجرية تتألف 12 شهرا، وهذا قلناه أيضا ورتب. هذا يعني أنه ولد لرسول في شهر قلنا مهم، هذا من أفضوهن. والصوم والأشهر الحرم ثلاث، لا هي أربعة محرمة، سميت ليش؟ لأن الله حرم فيها القتال، هاي دير بالكم عليها، لأن الله حرم فيها القتال وهي أربعة أشهر. نجي على الموضوع الآخر اللي هو من الحديث النبوي الشريف، حسن الجوار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. صدق رسول الله. عندنا شنو المعاني؟ لا يأمن، لا يتقي، بوائقه يعني شروره. يجي هنا ماذا يوصينا الله سبحانه الرسول؟ يوصينا رسول الله صلى الله عليه وآله بمن يوصينا؟ يوصينا في هذا الحديث باحترام الجار. لماذا يوصينا؟ باحترام الجار ومراعاة حقوقه، هذه من الأشياء المهمة. زين، عندي أيضا شنو من أمثال التصرفات المنافية؟ أكو أشياء يجب الابتعاد عنها. أول شيء رفع صوت المذياع أو التلفاز، رمي الأوساخ، رمي الأوساخ في، رمي الأوساخ في باب البيسن، رمي الأوساخ في باب أمام دار الجار أو فوق سطحه، أو النظر إلى داره أو الوقوف أمام بابه. الطرق على الجدار أيضا ما يصير، الطرق على الجدار من الأشياء التي تفصل بين الجارين، هذا الأشياء اللي يجب الابتعاد عنها. زين، أكو يقول هذه الأعمال والتصرفات المسيئة هذه الأشياء المهمة. ايضا عندنا شنو؟ عندنا هنا طرق على الجدار الذي يفصل بين الجارين، لا سيما هذا من الاشياء المهمه. وايضا ايضا هذا اعمار هي سيئه، هذه التصرفات السيئه ماذا تفعل؟ لا تدخل فاعلها الجنه، خليكم بالكم، هاي من الاشياء المهمه ايضا لازم تعرفوها اعزائي التلاميذ. ايضا عندنا هنا ثانيا ان الصبر وتحمل اذى الجار والتسامح من اسمى الاخلاق، ان الصبر وتحمل اذى الجار والتسامح من هذه من الاشياء المهمه، ان الصبر وتحمل اذى الجار والتسامح من اسمى الاخلاق واربعها. وهاي قصه اليهودي، هاي المهمه، انه رسول الله مع اليهودي الذي كان يرمي الاوساخ امام داره، وكان صلى الله عليه واله يصبر عليه، ولما مرض اليهود افتقده النبي
وعلم أنه مريض في بيته فزاره رسول الله وسأل عن صحته، فخجل اليهودي من أفعاله التي قابلها رسول الله الرحمة بهذه الأخلاق السامية، وسلم وحسن إسلامه فأسلم العفو واعتذر إلى النبي عما بدر منه. هاي أيضا علينا الاقتداء برسول الله وأن نتسامح مع الجيران، وإذا أساءوا إلينا نتسامح مع الجيران عندما يسيئون إلينا، ونقبل اعتذارهم ونقابلهم بالإحسان، فذلك من أرفع الأخلاق. ومن أمثلة الإحسان إلى الجار أيضا ابتداءه بالسلام، يعني إحنا نبدأ بالسلام وطلاقة الوجه عند اللقاء وعيادته عند مرضه ومشاركته أفراحه وتعزيته عند المصيبة بموت أحد أفراد أسرته أو أقاربه أو معاشرته. عندنا حقوق الجار، هاي بس تعرفوها: كف الأذى عن الجار، حماية الجار، ومساعدة الجار، والصبر على أذى الجار. زين. أيضا عندنا هنا ما آمن بي من بات الشبعان وجاره جاع وهو يعلم، أنه على معناها على المسلم أن يمد يد العون والمساعدة إلى جاره إذا كان بحاجة إلى مساعدة اجتماعية أو مالية، وهذا دليل على الفضل والكرم والإيمان. آية. ماذا يؤدي هذا الإحسان؟ يؤدي إلى تقوية الأواصر المحبة والألفة بين الجيران. زين. أهم ما يشير إليه الحديث مهمات: من هو الجار؟ هذا السؤال الأول. ومن هو الجار وماذا تفعل إذا أساء إليه؟ الجار هو أقرب إلينا من الأهل والأصدقاء عند حدوث مصيبة تصيبنا فيها حالة الجار لإنقاذنا قبل وصول الأهل والأصدقاء. ماذا نعمل إذا أساء إليك الجار من دون قصد؟ نقول إحنا نقتدي بالرسول أن نعفو عن الجار مثل ما قلنا هنا، وعلينا أن نقبل اعتذاره ونقابله بالإحسان إذا أساءوا إلينا. زين، أن نتسامح مع الجيران عند الإساءة. الشيء الآخر أنه يقول رعاية حقوق الجار من الواجبات التي أوجبها الإسلام، مجاملة الجار ومواساته عند الشدائد والملمات وعيادته عند مرضه وتنهيته عند الأفراح والمسرات تؤدي إلى الألفة والمحبة. تكلم عن حالة اليهودي موجودة، ماذا تفعل لو علمت أن جارك مريض ولماذا؟ إحنا إيش قلنا؟ قلنا عيادته عند مرضه. ليش عيادته عند مرضه؟ لأن هذا السبب إحنا هنا قلنا شوفوا لأنه من الأمثلة، لأنها من الإحسان إلى الجار، يجب أنه لأنها من أمثلة الإحسان إلى الجار هو عيادته عند مرضه. زين، نقدر نقول من الأمثلة على إحسان الجار أنه مواساته وعيادته عند مرضه، لأن هذه تؤدي إلى تقوية أواصر المحبة والألفة بين الجيران. أيضا يؤدي هذا الإحسان إلى تقوية الأواصر والمحبة بين الجيران. عدد حقوق الجار كنا تتصفوها، اشرح الحديث النبوي هذا الحديث كنا يعني نجي يدعون الى الجار، هذا كل ما موجود. انتم اهم شيء تركزون على الحديث ان شاء الله. من هو الجار؟ هاي مهمه. زين، عندنا ايضا معركه الخندق من السيرة النبوية الظاهرة، انه ان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم اسس الدولة الاسلامية. وين اسس الدولة الاسلامية؟ في المدينة المنورة. هاي مهمة، اين اسس الدولة الاسلامية؟ في المدينة المنورة. وحقق الرسول النصر المشركين في معركة بدر، وحقق النصر على من؟ على يهود بني النضير بعد معركة أحد، فقد خضعوا له من غير قتال وأخرجهم من المدينة بعد أن تآمروا عليه وأرادوا قتله. وكان في المدينة يهود كثيرون يتآمرون على النبي وعلى الإسلام والمسلمين، فاجتمعت ثلاث قوى ضد الرسول. من هي القوى التي اجتمعت ضد الرسول؟ المشركون في مكة وما حولها، اليهود في المدينة، والمنافقون في المدينة. اتفق المشركون بقيادة منه أبي سفيان في مكة مع اليهود والمنافقين على الهجوم والدخول المدينة والقضاء على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وعلى الإسلام والمسلمين. فجهز المشركون جيشا مكونا من 10,000 مقاتل، واستعد المسلمون للدفاع عن الإسلام وعن المدينة المنورة، وعدوا جيش مكون من 3,000 مجاهد. سووا الرسول والمسلمين حفر الخندق بعد استشار رسول كريم عن صحابته عن خطة المعركة. اقترح الصحابي سلمان الفارسي على الرسول أن يحفر خندقا حول المدينة، ليش؟ لحمايتها. فقبل الرسول الاقتراح وحفر المسلمون الخندق، وجاء الجيوش المشركين فوجدوا الخندق ولم يستطيعوا العبور، لذا نزل في الجانب المقابل للمدينة، وقف جيش المسلمين في جانب المدينة. بعد أيام عند استطاع أحد فرسانهم شسمه عمرو بن عبد ود العامري عبور الخندق في مكان ضيق ومعه بعض المشركين، وكان شديد الكفر والعداء للإسلام
وقويا كهابه الفرسان. من اللي خرج له؟ الامام علي بن ابي طالب عليه السلام، وواجهه بشجاعه. وش قال الرسول؟ برز الايمان كله الى الكفر كله. ثم ارسل الله سبحانه وتعالى العواصف على جيوش المشركين، فمسقت خيامهم وقلبت قدورهم ودمرت طعامهم، فغروا من ارض المعركه وعادوا مهزومين الى مكه المكرمه، وقد نصر الرسول الكريم ودمر اعدائه. ان هذه المعركه ماذا تعلمنا؟ هاي مهمه، تعلمنا ان اعداء الله كلما تامروا واجتمعوا على محاربه الاسلام اسقط الله مؤامرتهم ونصر الحق عليهم. هاي مهمه، هاي معركه خندق. اجتمعت ثلاث قوى مسلمين قلناها، وعلى اي شيء اتفقت ايضا قلناها، كم كان عدد المسلمين مشاركين في معركه الخندق، وكم مقاتلا مشاركه في المعركه. عدد المسلمين المشاركين في معركة الخندق 3000، وكم كان وكم مقاتل مشاركا شارك في هذه المعركة؟ شوفوا هنا زين 3000 المقاتلين اللي شاركوا في المعركة فقط الإمام علي، يعني واحد المسلمين. تشوف كم عدد المسلمين شاركوا، كم مقاتل المشرك المسلمين ايش قد شاركوا؟ 3000 والمشركين 10000. ماذا عمل المسلمين لحماية المدينة من الغروب؟ ومن الذي اقترح العمل؟ قلناها حفر الخندق اللي اقترح سليمان الفارسي. من الذي استطاع عبور الخندق ومهاجمة المسلمين؟ عمرو بن عبد الملك. من الفرسان الذي تقدم القتل من عبر الخندق؟ الإمام علي. ماذا قال النبي عن ذلك؟ برز الإيمان كله ضد الشرك كله إلى الكفر كله. ماذا حل بالمشركين بعد ذلك؟ هذا نعم حل بالمشركين بعد ذلك، إنه أرسل الله سبحانه وتعالى العواصف على جيوش المشركين، فمزقت قيامهم وقلبت قدورهم ودمرت طعامهم، ففروا من أرض المعركة وعادوا مهزومين إلى مكة المكرمة. زين؟ هذا نجي الى الوحده الاخرى اللي هي حرمه المساجد والاماكن المقدسه. هنا عاد الاب الى المسجد بعد اداء صلاه الجمعه، وكان اولاده ينتظرون، فاجابهم عليكم السلام، ثم جلس الجميع. يعني هذا هنا ما عندنا شيء بها مهم، بس انه بالنسبه لصلاه الجماعه فضلا كبيرا، والصلاه المهمه والصلاه في المسجد افضل من الصلاه في البيت واعظم ثوابا، هاي لازم نعرفها. فالمسجد شنو تعريف المسجد؟ المسجد هو بيت العباده الذي نجتمع فيه لاداء الصلاه جماعه ومنفردين، ولقراءه القران والدعاء والاستماع للخطب والمواعظ والدروس والالتقاء باخواننا المؤمنين. ايضا الصلاه في نور العباده تشرح الصدور، هاي فائدتها، تشرح الصدور وتجعلنا نشعر بالراحه والامان. والمسجد المهجور ماذا يصير به؟ يشكو الى الله يوم القيامه من الناس الذين هجروا. ايضا هنا عندنا يجب ان يكون المرء الاشياء اللي اداب المسجد، اداب المسجد خافق يجي اداب المسجد احفظ لكم بشهاده المعتين. يجب ان يكون المرء طاهر الثياب والبدن عندما يدخل المسجد، يستحب لمن يدخل المسجد ان يصلي ركعتين، يكره الاكل والشرب والنوم في المسجد، يكره المزاح والضحك واللعب في المسجد، ويكره الكلام في امور البيع والشراء وامور الدنيا، لان ليش في المسجد دار عباده لا دار لهو وتجاره. يجب المحافظة على نظافة المسجد وعلى نظام البقايات على الأرض، المحافظة على الكتب الموجودة وعادة المكان المخصص، الحفاظ على الأثاث الموجود فيه وعدم الكتابة على أثاثه وجدرانه. أيضا هنا قال السعاد أبي أتبع عندما كنا في زيارة الأوسط لالتزام بهذه الآداب. أيضا المراقب الشريفة تعد مساجد، هاي مهمة، المراقب الشريفة هل تعد مساجد؟ نعم تعد مساجد، وحرمتها عظيمة. لماذا؟ هي مكان للعبادة والدعاء وقراءة القرآن، فنحن نصلي فيها ونعبد وحده لا شريك له. ايضا عندنا هنا هاي المناقشه، المسجد الذمي فراغات خفي جنبكم حفوهن تقدرون تفرعوهن من المسجد المهجور، يشكو الى الله يوم القيامه من الناس، ان الصلاه في المسجد تشرح الصدور وتجعل المسجد الراحه والطمانينه، الصلاه في المسجد افضل من الصلاه في البيت واعظم شانا، للاماكن المقدسه حرمه عظيمه لاننا نعبد فيها، لاننا شنو؟ نعم هاي تقدرون تطلعوها من المسجد نعم واحد الاماكن المقدسه نعم ان حرمتها عظيمه لانها الاماكن المقدسه حرمه عظيمه
حرمة عظيمة لأننا نعبد فيها الله حرمة عظيمة، وهي مكان العبادة والدعاء وقراءة القرآن، وكذلك يجب علينا احترام الكنائس أيضا، ما قلناها هذه أيضا مهمة. ما أقرب المساجد والأماكن للإصلاح يعني مهمة، كيف تكون مظهر احترام الأماكن قلناها، وضح السلوك الصحيح، إن آداب أن تصل آداب المساجد، هذا كل ما موجود بإخوانه تحت مراجعتنا الأولى، وإن شاء الله في الفيديو الثاني المراجعة الشاملة والمركزة الخاصة بالامتحان.